رسالة وفاء لشهداء الكويت الأبرار، أزاحت جامعة الكويت الستار عن جدارية شهداء الوطن والتي حملت شعار هذول عيالي. الفعالية أقيمت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وعدد من القيادات التربوية. تخليدا لذكرى شهداء الوطن الأبرار، أزاحت جامعة الكويت الستار عن جدارية شهداء الكويت والتي أقيمت في الحرم الجامعي بالتعاون مع مكتب الشهيد وبحضور قيادات في وزارة التربية وجامعة الكويت. وخلال الحفل أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن الشهداء سيظلون في قلوب المجتمع الكويتي بمختلف مؤسساته. المجتمع في كل مؤسساته وحضرة صاحب السمو أميرنا المفدى لا ننسى أولادنا في كل اللحظات، وهذا الصرح يعطي رسالة واضحة بأنهم غير منسيين وهم في قلوبنا وفي وجداننا إن شاء الله. كحرص جامعة الكويت هي كمؤسسة تعليمية ليس فقط الأمور الأكاديمية ولكن الأمور الاجتماعية واللحمة الوطنية إنها تعرض جدارية. ويهدف الصرح الوطني إلى ترسيخ الوحدة الوطنية في نفوس الطلبة الذين يمثلون شريحة كبيرة في الجامعة، بالإضافة إلى التعريف بما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات في سبيل الوطن. هذا شيء يمثل الروح الوطنية والولاء والانتماء لدولة الكويت، ما في شيء أغلى من أنك تضحي بروحك علشان الكويت. هذا حافز لجميع شباب وطلبة جامعة الكويت أن هذيل الأبطال هم اللي ضحوا بأرواحهم علشان الكويت ترجع لنا. وأكد القائمون على الحفل أن الجدارية ستتواجد في كل مؤسسات الدولة وفي جميع مدارس الكويت خلال الفترة المقبلة. وتضم جدارية الشهداء صورا ل2216 شهيدا وشهيدا من أبناء الكويت.